الثالث كان بالفعل شمعدان لفلاح بن خالد بن محمد الرميثي. تهانينا وناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين، انطلاقاتنا متواصلة والتحديات مستمرة في هذا الصباح من هنا من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة. انطلاقة شوطنا التاسع الخاص بالحول المحليات، وتابع هذه الأسماء. انطلق مع المركز الأول منصورة على صدارة الشوط، عبد الله بن سيف بن مبارك الخيالي على المركز الأول يقدم لنا منصورة. المركز الثاني أتابع أمطار أحمد بن راشد بن غانم المنصوري قادم على المركز الثاني بانطلاقة وبحضور أمطار، بينما المركز الثالث أتابع هنا دغاشة. هنا تنطلق بشعار راشد بن علي بن نويصر المنصوري على المركز الثالث والمركز الرابع وصولي هملولة. منصور بن صالح بن هزيم المزروعي على المركز الرابع والمركز الخامس، وتابع الحضور والانطلاق من الحذرة مسعود بن سعيد بن سالم بن غصن العامري على المركز الخامس قادم في هذه اللحظات. المركز السادس مكحولة هي القادمة، خليفة بن محمد بن لويع الخيالي قادم بشعاره منطلقا بهذا الأداء على المركز السادس والمركز السابع من الجانب الأيمن، وتابع يودة وانطلاقة يودة. شعار سعادة حميد بن سعيد النيادي قادم أيضا مع الطائلة هنا في هذه اللحظات بانطلاقات هذا الشعار وبحضوره الكبير والمميز على المركز السابع والثامن المركز التاسع وصول الوثبة. مبارك بن سالم بن مبارك الشامسي على المركز التاسع والمركز العاشر، أراقب انطلاقة العفريت. مبارك بن راشد بن محمد الخيالي شعار بن سبتة قادم في هذه اللحظات. هذه الأسماء، هذه التحديات، هذه الانطلاقة. يا من تتابع، يا من تراقب هذه الأسماء المنطلقة المتنافسة على المراكز الأولى الأمامية. العودة من جديد إلى مقدمة الشوط وإلى صدارة هذه الأسماء. أمطار 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 على المقدمة وعلى المركز الأول. أحمد بن راشد بن غانم المنصوري على المركز الأول يسيطر ويتربع على عرش صدارة الشوط بانطلاقة وبحضور أمطار على المركز الأول. المركز الثاني منصورة، منصورة على المركز الثاني، عبد الله بن سيف بن مبارك الخيالي قادما بانطلاقة منصورة على المركز الثاني بالرقم واحد. المركز الثالث وصولي هملولة. منصور بن صالح بن هزيم المزروعي على المركز الثالث قادما بانطلاقة هملولة وبحضورها. المركز الرابع وصل الشعار الاتحادي قادم وبكل قوة بانطلاقة الطائلة، شعار سعادة حميد بن سعيد النيادي في هذه اللحظات ينطلق على المركز الرابع يتجاوز إلى المركز الثالث. المركز الخامس دغاشة هي القادمة، راشد بن علي بن نويصر المنصوري على المركز الخامس يقدم لنا انطلاقتي وحضور دغاشة. المركز السادس الوثبة، الوثبة قادمة. مبارك بن سالم بن مبارك الشامسي ما زال حاضرا على المركز السادس. المركز السابع يودة 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 القادمة في هذه اللحظات بشعار سعادة حميد بن سعيد النيادي قادم على المركز السابع في هذه اللحظات بانطلاقة هذا الشعار وبحضوره. المركز الثامن الحذرة مسعود بن سعيد بن سالم بن غصنة العامري على المركز السابع الثامن. المركز التاسع هنا العفريت، مبارك بن راشد بن محمد الخيالي على المركز التاسع يقدم لنا العفريت. والمركز العاشر مكحولة، مكحولة قادمة، خليفة بن محمد بن لويع الخيالي نداءنا الثاني انتهى وانقضى. يا من تتابع للمراكز العشر الأولى، العودة من جديد إلى الصدارة.
العودة إلى مقدمة الشوط، إلى هذه الأسماء الحاضرة، إلى الانطلاق الأول، إلى التحدي الأول. يا سلام انطلاقة أمطار أحمد بن راشد بن غانم المنصوري على المركز الأول، يقدم لنا أمطار على صدارة الشوط. ولكن منصورة ما زالت تلاحق، ما زالت تلازم انطلاقة أمطار. عبد الله بن سيف بن مبارك الخيالي، يا سلام المركز الثالث. الطايلة بدأت تقترب بشعار سعادة حميد بن سعيد النيادي. والمركز الرابع بن نويصر حاضر بدغاشة على المركز الرابع. المركز الخامس الوثبة مبارك بن سالم بن مبارك الشومسي. ولكن أمطار يا سلام. وأحمد بن راشد بن غانم المنصوري طار يا أخواني راعي أمطار بانطلاقة هذا الشعار، باندفاعة هذا الاسم أمطار. العصافير الأبطان المركز الثاني الطايلة قادمة، شعار سعادة حميد بن سعيد النيادي على المركز الثاني، يقدم لنا الطايلة. ولكن أمطار أحمد بن راشد بن غانم المنصوري بدون أي أوامر مع هذا الانطلاق، مع هذا المستوى الكبير. سلامي عليك يا راعي أمطار، سلامي عليك. أحمد بن راشد بن غانم المنصوري ينتزع ناموس هذا الشوط بكل جدارة، بكل استحقاق. سلامي عليك يا المنصوري، سلامي عليك يا راعي أمطار، سلام. هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني كانت دغاشة راشد بن علي بن ويصر المنصوري على المركز الثاني. والمركز الثالث، المركز الثالث في هذه اللحظات كانت الطائلة شعار سعادة حميد بسعيد النيادي. المركز الرابع الوثبة بارك بن سالم بن مبارك الشامسي. المركز الخامس كانت منصورة عبد الله بن سيف بن مبارك الخيالي. العودة إلى التوقيت الزمني، العودة إلى الانطلاق الأول من جديد. أمطار أحمد بن راشد بن غانم المنصوري تخطف ناموس هذا الشوط بكل قوة، والعصافير الأبطال بدون أي أوامر. لحظات الوصول، لحظات التوقيت الزمني، هنا 8:06:06 من الثانية. سلام لراعي أمطار، سلام. هذا الفوز 8:06:08 من الثانية. والعصافير الأبطال نعم المركز الثاني. شوف 8:08:06 من الثانية كانت دغاشة راشد بن علي بن نويس المنصوري. والمركز الثالث إذن 8:09:01 جزء واحد من الثانية كانت هي الوثبة مبارك بن سالم بن مبارك الشامسي على المركز الثالث. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء،